يقول: ما حكم التأمين على السيارة ضد الغير؟ أي أنه في حالة حصول حادث لا سمح الله بين سيارة المؤمن وسيارة أخرى، تقوم شركة التأمين في هذه الحالة بتعويض الطرف الآخر فقط، أي عن أي أضرار بسائق السيارة الأخرى أو من معه أو ما يصيب سيارته من أضرار. كذلك ما حكم التأمين الشامل والذي يشمل هنا تعويض الطرفين معا عن الأضرار بالأرواح أو الممتلكات؟ التأمين التجاري بجميع أنواعه، منه التأمين على السيارات والتأمين على الأشخاص وعلى الصحة، تأمين على البضائع، تأمين على المباني. التأمين التجاري بجميع أنواعه الذي يقصد منه الاستثمار والأرباح محرم شديد التحريم لما فيه من الغرر والجهالة والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل. فهذه الغرامات التي تدفع وقد تكون غرامات ضخمة، هذه ليست من جيوب هؤلاء الذين يشتغلون بالتأمين، وإنما هي من جيوب المساكين الذين أخذوا أموالهم وصرفوها لغيرهم، فهم يعطونها هذا من مال هذا ظلما وعدوانا، وهم الرابحون في ما تبقى من هذه الغرامات، يتلاعبون بأموال الناس ويأكلونها ظلما وعدوانا ويؤكلونها غيرهم ظلما وعدوانا. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل وأن يعتمد على الله، وإذا أصابه شيء فإنه يتحمل ما يصيبه من غرامة ونحوها. هو قال في الأثر أو في الحديث: لا يجني جان إلا على نفسه، وليس هذا من باب التعاون كما يقولون، وإنما هذا من باب الاستثمار وأكل أموال الناس بالباطل والمتاجرة بالمصائب والحوادث والكوارث. هذا هو المقصود، تلاعب بأموال الناس وأكل أكلها بالباطل مع المخاطرة ومع الغرر والجهالة إلى غير ذلك من الأضرار العظيمة الناتجة عن التأمينات باختلاف أنواعها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن يشمل هذا التأمين الجزئي والتأمين الكلي؟ نعم، يشمل كل التأمين التجاري الذي القصد منه الاستثمار وعود الفوائد إلى المشاركين. وأما التأمين التعاوني الصحيح، نعم، وهو لا يسمى تأمينا في الحقيقة وإنما هو تعاون، نعم، فهو أن يوضع تبرع من جماعة أو من مجموعة من الأشخاص، تبرعات تجمع، فإذا أصيب أحد ونزلت به كارثة أو جائحة يساعد من هذا المال دون أن يرجع إلى المشاركين شيء من الأرباح أو من الفوائد التي يستثمرونها من وراء تلك الجمعيات، وإنما الغرض منها، الغرض من هذا الصندوق أو من هذا المجموع من المال هو إعانة المحتاج فقط. هذا هو التعاون الحقيقي، ولا نسميه تأمينا وإنما نسميه تعاونا للمحتاجين.